طرو نو اسوسو الشيار ده هو ما نقدر ننتو لي زول واي بس اسباب ده بس ايو في المجتمع ده لان انا خولنا سوينا ال كونكور لا اي ما جمينا دم الاندا ايرفه كان ارتست كان هنا دم ال ديسيناتير كله كي زول كي يعني الكونكور ده اجابه ده ويندا فكر ده بيجيب لنا الشيار ده وحطينا جيري الناس عند الجيري دول ده هم بيشوفوا الزول ال فكر حاجة زيادة كي بيجيب لأن قراية للا تشادين كله للا تهارب الرشوة ده بعدين ده بس بيشيلو هو الكونكور ده ناس بدور بس بيشاركوا في الكونكور ده من أيوم ليوم 3 شهر أكتوبر يا تقولوا بقدم دوسية حقه يوم 4 شهر أكتوبر ده في الجريدة الكانديدات دول الكلاس انالوم ده بانالوم في الجريده يوم 5 في شهر اكتوبر عندنا كاي دي شارج للكانديدات دول ده بدلهم بلي بوجهم في خدمتهم كيف بخدمه يوم 10 شهر اكتوبر كمان اي ما زول هو بس بيجي كانديدا هو كل البروبوزيشن سواء الفكره القدامه ده تو بيجيبها بيقدمها للناس ممبر للجريده يوم 15 شهر اكتوبر ناس انا الجريده هم بنتجوا على ناس اللي شاركوا في الكونكور ده بيشوفوا يا تو على حق عديل وتوا بنتوا النتيجه دوسي ده تقدروا تجيبوه في كابينه حقنا في الاداره عن الاير سي يعني الناس ما يقدروا بيجيبوا الاوراق اما شغلهم بالريزو سوسيو يعني بيقولوا لها بطريقنا الإلكترونية كمان برسلوا فيها أدرس ميل أنا أرامجي @gmail.com